اوه بصوا السحلية الغريبة اوي دي اللزجة ومرزلزة اوي. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهاردة جبت لكم معايا لعبة فظيعة مكتوب عليها ايه جرو ليزرد، هي السحلية اللي بتكبر جامد اوي اوي اوي، الشكل بتاعها كمان بيتغير اوي. ايه ده، دي شكلها السحلية غريبة اوي ومختلفة، وطولها كمان طويلة جدا، بتكبر بقى بطريقة بتكون عملاقة. بص طولها قد كف، يا ترى بقى لما تكبر هتبقى حجمها قد ايه؟ هنعمل بقى التجربة الفظيعة دي، شوف الولد بقى ماسكها طلع ديلها قد ايه. يا نهاري دي كبيرة جدا 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 وكبرت قوي. مكتوب عليها جينورموس كرو ليزرد، صلاح الأطفال فوق السن 5 سنين. اوكي تعالوا بقى هنجيب لكم دلوقتي كارتة للمية ونحط بقى فيه السحلية ونشوف يا ترى بقى ايه اللي هيحصل. بص بقى بتكبر ازاي وتطلع بره كمان الايه ان 3 اور 7 دايز، هتكبر بقى كده خالص وهتوصل يكون طولها 90 سنتي. يا نهاري 90 سنتي دي حجم كبير قوي. هو جبت بقى كارتة للمية وحطيت بقى فيه السحلية، هحط بقى فيه السحلية دلوقتي وبعدين هشوف ازاي بقى تقدر ان هي ايه تكبر معايا جدا. اهي لونها بقى اخضر ومن تحت بطنها لونها اصفر، شكلها كبير قوي وضخم. اوكي يا ترى بقى لما احطها هتكون عامله ازاي؟ واو اهي اوه، لا دي حجمها فعلا كبير قوي. احطها بقى في الميه كده. وسيبها بقى من 3 ل 7 ايام. بصوا ديلها طويل ازاي، وشوف بقى تقدر تكبر قد ايه. يا نهاري دي كبرت جدا. ايه وايديها وجسمها لاصقة، انا متحمسة اوي ترى بقى بعد 7 ايام هيكون شكلها عامل ازاي. بص بقى دلوقتي بعد 7 ايام شفت بقى بقت عملاقة وكبرت قد ايه. يا نهاري سبتها اسبوع بحاله في المية بقت عملاقة جدا، وايديها بقت مرعبة جدا، طولها كمان 90 سنتي. هنشيلها بقى ونشوف مع بعض يا ترى هيكون طولها قد ايه. يا مامي اهي شفت بقى حجمها عملاق ازاي، وهي ايدي فاكرين كانت قد ايدي بس، وايدي كلها لزجة كده منها. واو لا شكل فعلا ايدي ده جامد، حجمها فعلا كبير قوي، ولو طلعت فعلا كبرت قوي مكنتش متخيله الصراحه ان هي تكبر قوي كده. الله شفتوا، عجبتني جدا شكل السحلية الجميلة قوي دي. قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيها. بصوا هجيب لكم دلوقتي المنظورة بقى عشان نتأكد ان هي طولها فعلا 90 سنتي ولا لأ. شفت بقى طلعت 90 سنتي ازاي اهي. استنوا بس نحطها بقى كده من فوق. يا ايدي سقعت خالص من كتر ان هي عشان هي شايله ميه كتير وساقعه، ايدي سقعت منها جدا. اوكي بص بقى شكل وشها كمان حلو قوي وفيها ميه كتير جدا. انا عن نفسي عجبتني قوي قوي السحليه الفظيعه الكبيره قوي دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ليه بقى في الكومنتات رايكم فيها، وبليز ما تنسوش ان انت تعملوا اي لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات هاي بالاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.